النشرة الثقافية تأتيكم من تلفزيون النهار، السلام عليكم. شيعت جنازة الفقيد الدكتور أبو القاسم سعد الله بمقبرة جمار بولاية الواد بحضور السلطات الولائية والعسكرية وكذا الأمنية وجمع الغفير من طلبته وذويها، فيما بكت بلدية جمار من كبيرها لصغيرها ابنها البار وسط حزن خيم على أجواء المدينة التي رثت الدكتور صاحب الموروث التاريخي الثري، فيما طلب سكان المنطقة وتخليدا لذكرى الفقيد تسمية جامعة الواد باسمه عرفانا بما قدمه للجزائر عامة وجمار خاصة. تحدث مدير الإذاعة الوطنية سابقا عبد القادر نور عن يومياته مع المؤرخ المرحوم سعد الله أيام الدراسة مشيدا بخصاله وأخلاقه الحميدة. نريمان يهوني رصدت التصريحات التالية. عشنا معا مدة الدراسة في كلية العلوم في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. هو كطالب من الطلبة النجباء كان متسامحا، كان هادئا، لم أره في حياتي ثائرا. في كل الظروف كان سعد الله هادئا مبتسما، أخلاقه كانت أخلاق حميدة جدا، لم يذكره أحد بسوء إطلاقا. كان سيرته بين جميع الطلبة سيرة حسنة، كان يحب الجميع ويحبه الجميع. أما فيما يخص ارتباط أبو القاسم سعد الله بالجزائر وحبه للوطن، فقد شكل ذلك دافعا لتأليفه تاريخ الجزائر المعاصر وتعمقه في البحث كما أردف عبد القادر نور. كان همه الجزائر، كان يكتب عن الجزائر، كان يبحث عن الجزائر، حريص كل الحرص على أن تبرز الجزائر وأن تكون من أقوى وأعظم الدول. قال لي مرة أدخل إلى مكتبة لا أعرف الليل من النهار، وهو يبحث عن أخبار الجزائر في المخطوطات والكتب العالمية. هذا وعلى هامش جنازة عميد المؤرخين في الجزائر تحدث الأستاذ والكاتب محمد الهادي الحسيني على المعدن النفيس للمرحوم، مؤكدا بأن أخلاقه وتواضعه للآخرين مثالا يحتذى به لدى كل المثقفين. زهيد ثبت. خسارة فيه كبيرة، ونتأسف أن نقول أننا لا نعطي قيمة للعلماء. علماء الجزائر مكانتهم في غير الجزائر عالية، لكن في الجزائر لا يجدون من المسؤولين أو من بعض المسؤولين لا يجدون الاحترام الذي يستحقونه، ولا يجدون التقدير الذين هم أهل له رحمه الله. هذا وتأسف الأستاذ والكاتب محمد الهادي الحسيني عن وضعية المثقفين والعلماء الجزائريين الذين لا يحظون بالتقدير والاحترام من الجهات المسؤولة، مضيفا أن المثقف في الجزائر لا قيمة له. زهيد ثبت ثانية. فسعد الله كان قمة في هذا الأخلاق في التواضع. أنا قرأت عن أساتذة مع تقديري لهم واعتزازي بهم، لكن لا أجعلهم في المكانة التي أجعل فيها سعد الله، لا لسبب إلا لما يفتقدونه من أخلاق. اختتمت الطبعة الخامسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بدار الثقافة نوار بوبكر بولاية أم البواقي بتوزيع جوائز وشهادات شرفية على المشاركين في هذه التظاهرة الفنية التي استقطبت عشاق الريشة والألوان من خلال عرض عشرات اللوحات من مختلف الأعمال الفنية لنحو 50 فنانا. طالبوا على هامش الصالون طالبوا بتأسيس رابطة وطنية للدفاع عن حقوقهم. تفاصيل أوفى مع رشيد مقدم. اختتمت بدار الثقافة نوار بوبكر بولاية أم البواقي فعالية الدورة الخامسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية
ألوان تحكي واقع المدرسة الفنية وتلامس إبداع الفنان التشكيلي بقيمة جمالية طغت على مختلف الأعمال التي عرضت للجمهور. مشاركة قياسية لفنانين قدموا من 24 ولاية استقطبت أعمالهم اهتمام الزوار من عشاق الريشة والألوان. والله اليوم عجبني المعرض، كانوا فيه ألواح تحكي كل لوحة وراها قصة، وعجبني هذا الفن الجديد اللي هو فن تركيبي، فن جديد ونادر جدا. وبدورهم عبر الفنانون الموهوبون عن أهمية تفعيل الحركة التشكيلية وتشجيع الشباب على العطاء الإبداعي. أول مرة اللي جيت لأم البواقي وشاركت فيها في هذا المعرض، وأنا بكل سرور اللي جيت ومقتنعة بهذا هذا المعرض. Et je pourrais juste parler que le plus important chez un artiste c'est cette sensibilité. Et c'est cette sensibilité que l'artiste essaye de faire sortir à travers son travail artistique. جدير بالذكر أن فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية سمحت بمطالبة الرسامين بضرورة تأسيس رابطة وطنية لحماية حقوق الفنانين التشكيليين. يبدو أن وفاة نجم سلسلة فاست أند فوريوس الأمريكي بول ووكر شكلت صدمة كبيرة وسط مقربيه وجمهوره على حد سواء، ولكن يبدو أن التأثير الأكبر كان من نصيب أصدقائه في بطولة السلسلة. فعبر صفحتهم الخاصة على تويتر والإنستغرام نشر الكثير منهم صورا تجمعهم بوكر، مؤكدين على أنهم لا يزالون تحت الصدمة، كما هو الحال مع فان ديزل الذي قال أنه عاجز عن الكلام. سريعا وكالعادة إلى الأجندة الثقافية لنهار اليوم. تتواصل بالمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للفن المعاصر تحت شعار ضد الغياب. يتواصل هذه الأيام بقاعة المجار وسط الجزائر العاصمة عرض الفيلم السينمائي عمر اقتلني بمعدل 4 حصص في اليوم. أمسية الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري سيكون هناك عرض مسرحي بعنوان كارتون كومبو من تقديم ثياتر جونجلاج من إسبانيا. تستقبل ولاية تندوف الأسبوع الثقافي للجمهورية الصحراوية والذي يستمر إلى غاية 19 من ديسمبر الجاري. أما سهرة الجمعة 20 ديسمبر 2013 سيكون هناك نهائي مسابقة نجم الأطفال التي انطلقت في 5 أكتوبر عبر كامل التراب الوطني تحت شعار لنتقاسم السعادة قصد اكتشاف مهارة البراءة في الاتصال. تتواصل فعاليات معرض حمزة بنوة بقصر رياس البحر وهذا إلى غاية 23 ديسمبر الجاري. الطموح وقوة الإرادة سلاح يكسر المستحيل، فالإعاقة لم تمنع شابة صماء بكماء من أم البواقي من مواصلة رحلة الحياة والولوج إلى عالم الفن والإبداع، حيث تمتلك الرسامة شوان من بلدية فكيرينا كافة المؤهلات والقدرات الإبداعية لتجسد النموذج المتكامل في التحدي والطموح. شوان التقاها الزميل رشيد مقدم وأعد هذا التقرير. الرسامة سامية شوان من بلدية فكيرينا بأم البواقي، بكماء من الكلام وصماء من الاستماع، لكنها ممشوقة القوام ومتثاقلة الخطى. الفنانة الموهوبة شوان حياة وعطاء رغم قساوة الظروف المعيشية. تحدت إعاقتها لتقتحم عالم الفن التشكيلي وتسعى إلى الفن سعيا، فعانقت الريش والألوان بألامها وأحلامها، مما جعلها تتعلق بفن الرسم والتلوين الذي يعتبر مفتاح الأمان لها، حيث بدون فنها تضيع في غياهب النسيان، حتى كان تعلقها بأقلامها وألوانها هو الذات بنفسه. الجميع يعلم مبلغ طموحاتي وأفاقي، ولقد أدركت أن قوة العزيمة في قمة العطاء تصنع المستحيل، وبالنسبة إلي الإعاقة لن تمنع الفنان من الحياة والإبداع. أنا فنانة في بداية الطريق، وبرغم مشاكل الاجتماعية ومن خلال قناة النهار أناشد السلطات المعنية مساعدتي على تخطي الصعاب. يجتني الإنسان ما يشتهي إذا فعل ما ينبغي أن يسعى إليه. المجد صاحب العزيمة لا يخشى أن يلاقي العقبات ولا ينثني عن أن يعدو إلى الغايات.
بالحزم تدنو المطالب وبالثبات تنجلي الغياهب. مخطئ من قال أن الإعاقة تسرق الأحلام. إذن بهذه الأنملة الجميلة نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام النشرة. السلام عليكم.